الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعجله البيان، والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث في آخر الزمان، أما بعد. حضرة رئيس حفل المبجل، حاضرين الكرام، فإني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المتحدد اللغة العربية وأهميتها في الأسلحة. أيها السادات الأفاضل، لقد شرف الله سبحانه الإنسان وكرمه واصطفاه من دونه خلقه أجمعين لخلافته في الأرض، ثم زوده باللغة ليصطنع بمهام الخلافة الإلهية ويحمل مسؤوليات والتكاليف. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها، واللغة كما يقول المفكر الألماني فخته: إن اللغة هي الرابطة الحقيقية بين العالم الأجسام وعالم الأزهار. إخوتنا الأفاضل، أما اللغة العربية ففيها صورة عربي كاملة، فقد اهتم بها العرب نصرا وشعرا حتى صار عنهم هذا المثل: الشعر ديوان العرب. واللغة العربية لغة حية راقية خالدة، وهي راوية الجيل المسلم وذاكرتهم على مر العصور، وهي لغة الإبداع العربي قبل اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وحيث لا يزيد عمرها على 7 أو 8 قرون. أيها الحاضرون، كيف لا تحمل اللغة العربية أهمية قصوى في هذا الزمان؟ وقد امتاز هذا الزمان بتكدس الآليات وتزخم الصناعات، وجميع اللغات عاجزة وعقيمة عن تقديم كلمات خاصة لها. وتأتي اللغة العربية إلى منصة العالم وتقدم لكل آلة وصناعة كلمة جامعة ولفظا جديدة. ونحن نحتفل كل سنة باليوم العالمي للغة العربية في 18 من شهر ديسمبر، حيث أدخلت اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة. قد جاءت محاولات كثيرة لطمس اللغة العربية واستبدالها بالفرنسية والعامية وغيرها من اللغات، لكنها باءت بالفشل. لا، ولن تجد هذه المحاولات سبيلا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سورة الصفر. زملائي الأكارم، إن اللغة العربية تجعل الإنسان سعيدا في العصر الحاضر. فالمتضلع من اللغة العربية ينال حظا وافرا من شرائب الغنى، كما لا يحرم إن شاء الله نعمة الآخرة في الجنة. وقال شاعر الشعر حافظ إبراهيم: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما زدت أن أجي به وعزات، فكيف أزيق اليوم عن وصف آلة، فكيف أزيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات، أنا البحر في أحشائه الدر كامل، أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. أيها الحاضرون، وأخيرا ليس آخرا، أشكركم على حسن استماعكم وحضوركم لهذه المناسبة. أبدأ بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله.